زيكم يا أصحابي، حوالينا أسامي كتير، كل اسم محتاج تدوير. كرتنا الشقية هتلف وتطير وتجيلنا كل مرة بالتفسير. يا ترى يا هل ترى كرتنا الشقية جايبة لنا اسم مين النهاردة؟ حلوين، أعرفكم بنفسي، أنا مريم. طبعا ده أحلى اسم في الدنيا كلها، أكيد أنتوا عارفين ليه. أيوة فعلا، لأنه اسم أمنا وحبيبتنا كلنا، أم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، والدة الإله القديسة العذراء مريم. ومريم يا صحابي اسم عبري قديم قوي ومعناه محبوبة، واسم مريم ده بالذات ليه مكانة كبيرة جداً في كنيستنا. ولأن كل الناس في العالم بتحب اسم مريم، هنلاقيه مترجم للغات كتيرة، يعني مثلاً مورا وميري بالإنجليزي، ماريتسيا بالأسباني، ماريت بالهولندي، ماريلا بالإيطالي، ماريز بالفرنساوي، أما بقى ماريا بيوناني، ولغات تانية كتير كتير. مش بس كده، ده اسم مريم متسمي بيه ناس كتير قوي في الكتاب المقدس، يعني مثلا مريم النبية أخت موسى وهارون، ومريم أم يعقوب ويوسي، وكمان في مريم أخت العازر، ومريم أم القديس ماري مرقس اللي بيتها بقى أول كنيسة. وطبعاً كلنا فاكرين مريم المجدلية أول مبشرة بالقيامة. ده غير قديسات كتير في كنيستنا الجميلة اسمهم مريم، زي القديسة مريم التائبة والسائحة ومريم الشهيدة. طبعاً كل أصحاب كوجي الحلوين اللي اسمهم مريم بأي لغة من لغات العالم بقوا فرحانين ومبسوطين، لأنهم عرفوا قد إيه اسمهم اسم عظيم وليه معنى جميل. باي باي.